في هذه الحلقة. وصلت الاسطبل ذاك اليوم وكان الخيل ما هو على طبعه. فتحت الخيل وانطلق معي. صرت ألتفت ما أشوف الاسطبل. بعت في لحظة الخيل ما أدري وش شاف قدام، تغير علي. لحظتها أنا ما أحس بأي شيء، الشعور كان معدوم جدا. كان منطلق فجأة وقف. فأنا الحين في مصيبة، في بلوى. جسمي ولا منطقة فيها أحس فيها. من صغري وأنا أعشق الخيل، أحب الخيل جدا، والخيل هواية يعني أحبه. أنا أصلا من أشوفه أنطلق معه خلاص. يا أخي يعطيني باور، وأنا أشوفه وهو يمشي أحس في باور صدق. هذا أنا خلاص، صار العالم كله يعرفوني أنا وين الاسطبل، في وينك يا سالم في الاسطبل، وين تروح يا سالم في الاسطبل. فصار يعني أنا أقدر أقولك باختصار يعني عائلتي الثانية. حتى بنتي ترى تحب الخيل، يعني بدأت تحبك مثل ما أنا أحبه. مع الوقت صار حتى أخوياي الناس اللي حولي اللي هم معي دايم صار عندهم نفس الشغف هذا. اللي حمسني أصلا سالم بنفسه، يا عبد الله وش رأيك ندخل الخيل والفروسية، وحمسني صراحة لأن حتى اشتريت خيل بنفسي. تهورت وتعودنا أن نروح سوا نرجع سوا للخيل، وكان مستوانا ترى مو ذاك الشيء، يعني مرة ترجع مفلوق مرة ترجع طايح عادي. كمل. صرنا مجتمع كامل، حياتنا أغلبها في الاسطبل، نصور ستوريات ننزل ريلز، رياضة مرة ممتعة. سبحان الله يعني جاهم نفس الحب. ومع الوقت صرنا نطلع كمجموعة نتسابق في الخيل في أوقات، يعني نطلق الخيل سوا. واللي كان يدربنا سعيد اللي كان حارس المزرعة، كان مستواه جبار صدق ما شاء الله تبارك الله، وتعلمنا منه وصرنا أحسن منه بالشركة. سلمى حبيبتي ليش زعلانة؟ لا تزعلين، إن شاء الله أنا وإنتي وماما راح نتعشى ونتمشى، راح نروح المطعم بإذن الله على المساء إن شاء الله بإذن الله. ذاك اليوم زوجي قال لي أن أنا بطلع الخيل لفترة ما طلعتها، وإنتوا خلكم جاهزين بعد الخيل بنطلع نتمشى. أنا والله بيني وبينك بروح للخيل، صار لي فترة طويلة ما رحت، فإن شاء الله قبل المغرب إن شاء الله راح أمركم وأخذكم على المطعم إن شاء الله بإذن الله. أوكي؟ إن شاء الله بإذن الله. لا تطول علينا. إن شاء الله بإذن نفسك. لا لا إن شاء الله ما راح أطول بإذن الله. يلا انتبه لنفسك. بإذن الله الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا قولي لبابا باي. باي بابا باي. باي بابا باي. ذاك اليوم كان فيه مباراة مهمة، وزي ما تعودنا نجتمع في الاستراحة دقينا على سالم. هلا عبد الله، والله بخير الحمد لله، شو اخبارك انت شعلومك؟ بشرنا عنك، الله يجعله دوم وزود بالعافية ان شاء الله. لا لا والله مالي بالكورة، مرة مالي بالكورة أبد، روحوا استمتعوا وانبسطوا.
لا انا صراحه والله مالي في المباريات، فابطلع بطلق خيلي شوي، نطلع نتمشى انا والخيل. تعرف صار لي فتره ما جيته والله، وبطلع وبسرجه اي صار لي فتره والله مبطي عنه. قلت له عادي يعني، خلها يوم ثاني نطلع سوا، وزي ما تعودنا نروح مع بعض في الاسطبل وكذا. قال لي لا انا بروح لحالي. الله يستر عليك، اهم شيء انت بنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلاً يا سهلاً. أهلاً يا مرحبا. هلا بك. مرحبا وسهلا، حياك الله. والله كيف حالك؟ ساك طيب؟ بشرنا عنك. طيبين بخير. والله بخير الله الحمد لله. بشر الخير جاهز؟ كل شيء تمام على ما يرام. الله يعطيك الصحة والعافية. أهلاً وسهلاً. وصلت الاسطبل ذاك اليوم، وكان الخيل ما هو على طبعه، كان الخيل ما هو في المود نهائياً، كان زعلان شوي مني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا عرفت صراحة لي فترة غايب عنه، لي ما جيته، فحسيت إنه كان زعلان، فأخذت الخيل قاودته شوي في المكان. أنا والله أدري إنك زعلان مني، وأنا والله آسف معذرة والله، لأني أنا والله انشغلت كثير. أي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قلت إن شاء الله بيطيب خاطره إن شاء الله. لا ركبته أنا وأطلقته وخذت بفرة في المكان اللي أنا فيه. نطلع الحين بعد شوي ونفل وننبسط. أيوة صح ولا لا؟ أهم شيء أنت زعلانة صح؟ زعلان؟ أتسلم. أي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فقلت بأخذه أمشيه في المكان شوي. السلام. أهم شيء مخرته يقول لك دقيقة. حط السلج حط اللجام. قلت بطلع مكان بعيد يعني من أطلق الخيل. المهم إني سرشت الخيل وركبته. ركب سالم الخيل وهو عازم إنه يقضي معه وقت طويل هالمرة. بعد الفاصل صرت ألتفت ما أشوف للصبل، بعت خيل أنا ما أدري وش شاف، كان منطلق فجأة وقف. خذيت الخيل فعلا طلعت، فكنت مبسوط والله. طلعت اتمشى في المكان هذا، كل ما انا نبعد 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 وصلت للمنطقه صرت التفت ما اشوف الصبل، بعت فقلت دامني انا مبسوط الخيل مبسوط خلنا نكمل في اللي احنا فيه. لحظات جميله قضاها سالم مع خيله، وكان حريص انه يوثقها ويشاركها مع اهله واصحابه. كان شعور صراحة في البداية حلو، أنا مبسوط أصور سناب أرسل العيال. شوف يا سلمى أنا ودهيمان سلم عليك. ما خليت أحد، رسلت زوجتي رسلت لها رسلت البنتي رسلت كل أحد أبيهم يشوفون اللحظة اللي كنت فيها. خلص تصوير خلاص خذت الجوال حطيته في جيب السرج. فتحت الخيل وانطلق معي، وانطلق الخيل انطلق. كانت لحظة لا توصف، أنا ما أحس إلا كني يعني عرفت شعور كأنك طاير طاير. انطلق 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 إلا في لحظة الخيل ما أدري وش شاف قدامه، تغير علي. في اللحظة ذي الخيل أنا ما أدري وش كان منطلق فجأة وقف. أنا من وقف طرت لين وقعت في الأرض. بعد هذيك اللحظة أنا
ما أدري عن أي شيء. مع الوقت غابت الشمس، بعد فترة من الزمن الله أعلم هي متى بدأت أرجع للوعي حبة حبة. لقيت نفسي أبي أتحرك ما أقدر، أبي أشيل نفسي، صعب أشيل نفسي. إيش هو الألم؟ إيش كان فيني؟ ما أدري. جسمي ولا منطقة فيه أحس فيها. لحظات صعبة أدرك فيها سالم إنه عاجز عن الحركة بعد فقدانه للوعي من دون ما يعرف السبب. قمت أفكر إيش بسوي الحين. فجأة أسمع صوت نباح كلاب، أصوات يميني أصوات يساري. في اللحظة ذي قلت أنا ضروري ضروري أشوف حل. فصرت أحبي أسحب في الأرض رايح بكل حيل. أنا ترى يعني أنا تحت كامل ما أحس فيه. في ذيك لحظة كنت أفكر بأي حل أبي أعيش. واجه سالم صعوبة كبيرة للتغيير من واقعه، وهو يجهل إن سبب عجزه تعرضه لبعض الكسور واللي كانت سبب في عدم نجاح محاولاته. جاء الموعد اللي مفروض بيجي ياخذنا فيه، اتصلت عليه أول مرة ما رد، قلت يمكن أصلي، رجعت اتصلت مرة ثانية برضو ما رد، قلت يمكن معه مكالمة أو مشغول. ماما وين بابا؟ جاي حبيبتي جاي، تجلس جنبي. وبنتي كل شوي تسألني وين بابا؟ ليش بابا ما جاء؟ قلت هو جواله مقفل، وبنتي تسألني وين بابا؟ أنا الحين في مصيبة، في بلوة، أبي جوالي، أبي أتصل، أبي أحد يسعفني. أدور جوالي، الجوال مو معي، وتذكرت أن جوالي في جيب السرج. فكانت لحظة صعبة، أنا وقتها خلاص كأني يعني كأني مقابل الموت على ما يقولون، خلاص شايف الموت قدامي. كان أكبر هم لسالم إنه يركب أي قارب للنجاة من هذا المأزق الكبير، ولكن عجزه كان أشبه بكماشة حالة دون نجاح محاولاته في الحركة. بعد الفاصل خلاص بديت أكحدم، بدأ الوضع يصير مزري جدا. سلمت أمري لله في ذيك اللحظة، قمت أتشهد. في لحظة من لحظات مرت سيارة، كانت هذه بالنسبة لي أمل بسيط. آه! آه!
أناظر السيارة وأصارخ وقفوا وقفوا أرجوكم وقفوا. عد وراح. كانت اللحظة هذه لحظة صعبة جدا بالنسبة لي أنا، هذه اللحظة اللي أنا قلت خلاص يعني هنا يعني تقريبا مفارق الحياة. خلاص بديت أكحدم، بدا وضعي يصير مزري جدا. وجود سيارة سالم على غير العادة في هذا الوقت المتأخر أثارت استغراب حارس المربط. وزادت الاستغراب أكثر لما شاف الخيل رجع من دون سالم. بعد ما خلصت المباراة وخلصت سواليفنا حبيت أطمن على سالم وأدق عليه مرة مرتين ثلاثة. في المرة الرابعة رد علي صوت غريب. نعم، هلا، عليكم السلام. قال لي إن سالم مو موجود. سالم غير موجود. الخير رجعت لحالها للإسطبل، وإن السيارة سالم موجودة في الإسطبل وسالم مو موجود. لقيت جواله في السرج، السيارة حق والسيارات ولا زالت مكانها. نعم، ولو ثلاث ساعات لم يعد سالم. ما أدري علمي علمك. فقلت له اسمع، خلك مكانك الحين، أنا جاي، وحاول إنك تدوره في الأماكن القريبة حول الإسطبل، لا تبعد بعيد، أنا بجيك. يلا يلا، مع السلامة، بانتظارك. شكرا شكرا وسلم. وأنا قفل الجوال أستاذن العيال، حتى ما حبيت أخوف العيال، قلت لهم بروح شوي بجيكم. ورحت للإسطبل. أنا كنت خايف على صديقي سالم، ورغم خوفي إني ما حبيت أسأل أهله ولا أدق على أي أحد عشان ما أثير الخوف فيهم اللي هو فيني أساسا. ها ياسر، سالم وينه؟ هذه سيارته. هذه سيارته وهذا حسان. سألته لقيته شيء؟ قال لي لا. قلت له أركب السيارة بسرعة. بسم الله. أفكر إيش أسوي في اللحظة ذي، عجزت ألقى حل واحد. سبحان الله، فجأة في لحظة بجت يدي على جيبي شفت ولاعة. قلت أبطلع الولاعة، أبولع شجرة، ممكن أحد يشوفني من بعيد. شفت شجرة، قمت أزحف لين عند الشجرة. تجاهل سالم آلامه أثناء الحركة وتمسك بهذا الأمل البسيط قبل ما يتمكن منه الياس. وقفت عند الشجرة، طلعت ولاعة، شغلت ولعت بالشجرة، أحاول. عجزت أشبه، وبعدها خلاص رميت ولاعة، خلاص نزلت على ظهري، صرت أناظر في السماء. أول من جاء في بالي بنتي، صرت أتذكر بنتي. سلمت أمري لله في ذيك اللحظة، قمت أتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أن ودعت الحياة ودعت. بعدها غمضت عيني ثم ما أدري وش صار. قعدنا نفر حول الإسطبل وندور يمكن لها أثر شيء. فجأة ألاقيه طايح. أنا جن عقلي، ركنت السيارة بقوة ورحت لركض، مسكته. أنا بين شعور خوف وفرحة، الفرحة أني لقيته، والخوف أنه خايف فيه شيء.
رجال في وجهه دم وطين، واضح انه طاح طيحه جامده. انا بجيب السياره، بجيب السياره. اخذته بسرعه وديته لاقرب مستشفى، والحمد لله ربك سلم. والحمد لله على سلامته. فتحت عيني لنا في المستشفى، قدامي زوجتي، قدامي بنتي، فصرت أقول في نفسي الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. أنا قبل لحظات كنت أظن أني أنا ميت، فجأة سبحان الله صرت حي. المهم الحمد لله، هذا مكتوب قضاء الله وقدره، والفضل يعود الله سبحانه وتعالى على العافية اللي احنا فيها الحين، والشكر لصديقي اللي فزع لي، طبعا ما انساها له طول عمري. انا هذه اتبرع كأنه عادني للحياة من جديد بعد الله. كان على حافة الموت، كتب له الله عمر جديد. وهذه كانت قصة سالم وصراعه لآخر نفس.